متابعي انوار بريس، كنتواجدوا معكم اليوم من مدينه مكناس وبالضبط من قلب المعرض الدولي للفلاحه. هذا المعرض اللي اصبح عرس فلاحي كتحتفي به مدينه مكناس كل سنه، اتفاقيات ومباحثات وتغطيه واسعه. اجيو نضربوا دويره داخل اروقه المعرض. اذا كما هو معروف على المعرض الدولي للفلاحه كيجيو لهم مجموعه ديال الزوار اللي كيبغيو يكتشفوا المنتوجات اللي كتعرض داخل المعرض. اذا مرحبا بكم سيدي. الله يبارك فيك سيدي. السلام عليكم. الاسم ديال؟ اسمي عبد السويحلي عبد السلام. من اين مدينه؟ من مدينه زنيت، من اكلو. مرحبا بالناس. جماعه وقياده اكلو. جماعات وقياده اكلو من الخنابيب. وتحيه لجميع الساكنه ديالكم اللي كيشاهدونا من خلال انوار بريس. اول زياره لك للمعرض؟ لا، العام الثاني هذا. تبارك الله. صافي جوج عيمان هذه، كان جيت العام اللي فات وجيت هذا العام. صافي جوج عامين هذه. تبارك الله. ديما المعرض. شنو الحاجه اللي كتخليك تجي للمعرض هذه عامين؟ كتجي على حسب الفلاحه. عزيز عندي الماتريال، عزيز عندي البهايم. البهايم، إذا عزيز عليك الشوا. عندي البهايم، عندي كلشي، عندي الفلاحة. الشوا شوية. الشوا هو اللي ضاير عليه الفيلم. تبارك الله عليك. بدينا نزيدوا. أول نهار عندك في المعرض ولا جيتي البارح؟ لا، أول نهار جينا البارح، ولكن صباح بدنا في الرباط وجينا صبحنا هنايا. إيوا صافي. شوف نوعدوا المشاهدين غنجيو نتغداو عند هذا السيد هذا مورا ما نساليو التصوير. تبارك الله عليكم. إذا المشاهدين الكرام مستمرين معكم. غنسلموا على كل شيء. كنستمروا معكم مشاهدينا دويره في اروقه معرض الفلاحه، خليكم معنا. مشاهدينا كنتابعوا معكم جولتنا في اروقه المعرض الدولي للفلاحه. دابا كنتواجدوا في رواق ديال المواشي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اسم الكريم؟ عبد الملك من خنوس. سي عبد الملك، شنو المشاركه ديالكم اليوم في معرض الفلاحه؟ المشاركه دابا المشاركه يعني كفلاحه، كل فلاح دابا كاين المنافسه في هذا المعرض وكاين الاستفاده، والناس كالفلاحه كيشاركوا كيستافدوا. كل عام كاين تطوير وكاين الجديد والمنتوج كيتطور. دابا الحاجه اللي الناس كيسولوا عليها بزاف، ما كيشوفوا تبارك الله هذا الخير يعني كبير بواحد الشكل ماشي طبيعي. شنو السر وراء هذا الوزن؟ كتوكلوا الطاكوس ولا شنو؟ ما كاين لاكوس لا لاكوس لا لاكوس الاول، وكاين على الطبيعي الفول النخاله، لكن بيني وبينك مفشينه. المهم هو العجل اللي كيفشوا هو الحليب، كيرضع مده 5 شهور. الا يعني ما كانش لي الحليب مده 5 شهور ولا 4 شهور العلب العجل ما عمره ما يتسانترا. دابا مشكل الحليب ولا ناقص، واللحم حتى هو طاح لدرجه تقريبا شي 15 درهم ل 20. اذا كنناشدوا من خلال قناه انوار بريس جميع المسؤولين يتهلاو لنا في هاد الفلاحه، راه هما البركه ديال البلاد، وان شاء الله باش نزيدوا بالفلاحه القدام والقدام ان شاء الله. دائما متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في جوله في اروقه المعرض، خليكم معنا ما تشوفوا. اذا السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم ديالك؟ ياسين بلفقيح. منين جيتينا السي ياسين؟ قلعه من قنيطره انا الغرب. اول مره تجي للمعرض الفلاحه؟ رابع مره. رابع مره. اذا انت من المحبين ديال المعرض؟ المحبين ديال المعرض، اللي انا وكان جميل العام مقبل 2018 و 2017. ولكن باش عجبتيني عرفتي بالكوستيم جاي اصورتي مع المعرض. نو لا لا كوستيم. لا وي والله العظيم. لا كوستيم لا والو، جاي هنا نتفرجوا نشوفوا شويه ونشوف حالنا. وشنو كيعجبك بزاف في المعرض؟ المعرض تعجبني التراكتورات، البقار، منتجات الفلاحيه. والسلام عليكم. صافي هادشي اللي كيعجبك. جولتنا لازالت مستمرة داخل أروقة المعرض الدولي للفلاحة. دابا كنتواجدوا داخل رواق المنتوجات المحلية اللي كيتواجدوا فيه مجموعة من التعاونيات. كنتواجدوا دابا حالا مع أحد العارضين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى. الاسم الكريم ديالكم؟ أحمد العلاقي، نائب رئيس تعاونية حليب الداخلة ورئيس جمعية الفلاح وكساب منطقة طورطة بجهة الداخلة والذهب. كنتواجدوا في هذا المعرض للمشاركة ديالنا تقريبا السابعة هذه في المعرض الدولي للفلاحة، اللي كيعطينا الحمد لله آفاق كبيرة اللي كنستافدوا منها في هذه المشاركة للتعريف بالمنتوج. شنو الفوائد ديال هذا حليب الإبل؟ يعني واش زايد شي حاجة على الحليب ديال البقرة ولا عنده شي فوائد صحية؟ الحليب الإبل مفيد جدا للأطفال الصغار والناس
الناس اللي عندهم الحساسيه وعندهم الكوليسترول وعندهم المصران، هو حليب فتبارك الله، حليب كما كتشوفوا حليب بيو اطري 100%. شكرا، ونتمنى نشوفكم ان شاء الله في دورات اخرى. اذا انا غنشرب هذا الكاس ديال الابل، راه المذاق ديالو بحالو بحال ديال البقره. نضرب لكم موعد في رواق اخر ومع ضيوف اخر، ما تشوفين خليكم معنا. جولتنا لهذا اليوم سالت، ان شاء الله نضرب لكم موعد طيله ايام المعرض الدولي للفلاحه اللي كتحتضنوا بالطبع مدينه مكناس الى الغد ان شاء الله. ما تشوفين دائما على قناتكم انور بريس.